طبعا خلنا ننتقل يا أودي الحين مع المشاهدين إلى جزء مرة مهم وكالعادة، وهو فقرة تحضير سفرتنا الرمضانية مع الشيف ضحى. طبعا خلونا نرحب فيها، يا هلا وسهلا فيك يا ضحى. مطق مين أنا وياك انت اليوم؟ أسود. نورة أول شيء، وبعدين أنا طبعا أمس كنت أتابع ريم بساطي على سناب شات قاعدة تطبق الطبخة اللي انت سويتيها، فقلت والله انك قاعدة تسوين فينا خير وقاعدة تعلمينا كل يوم. دورة برمضان مجانية. قاعدة تعلمينا كل يوم يا ضحى. اول شيء كيفك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيف يومك؟ والله تمام الحمد لله. وش مجهزت لنا اطباق اليوم؟ عاد انا جوعانة على طول. عيش باللحم وفتوش حلو كذا وخفيف. الله الله. فتوش وايش بعد؟ عيش باللحم، هذه اكله حجازيه. اعرف عيش باللحم، بس قصدك بتعلمينا كيف العجين اللي هو عجينته مختلفه عن مع السمنه مع حب النوم. انت عارفه ايش حب النوم؟ اللي هو دقيقه، الحبه السوداء. الكراويه زي الشمن، زي الشمر. شمر صح؟ وفي طحينه. عندهم اشياء ويحطون محلب شوي، محلب هذا يحطونه كذا مع الكعك وكذا. الله الله حمسيني. عاد انا احب عجنتها بالسمنه ومسويتها على اصول. انت لعبتك العجينه يعني. انت امس تكلمينا وقبله قلتي انا احط العجينه في الثلاجه صح؟ اي انا كل يوم خبز مستحيل اكله كذا من المخبز، لازم انا اخبز نفسي. لا لازم تعلميني هذا. انا مره سويت خبز ايام الحجر، ايام ما بقى خبز. إيه؟ سويت خبز بس يعني لا احكي لك على المأساة. يلا ينكسر يعني كان. لا لا شوفي الدقيق في جلوتين، الجلوتين هذا لازم يرتاح. كل ما ريحتي اكثر كل ما اعطاك نتيجه احسن، وكل ما ضربتي اكثر صح؟ كل ما ضربتي اضربيه. اي احد يزعلك اضربيه. طيب شوف خليك فيه وخلين اي وحطيه في الثلاجه، ولا بغيتي طلعي قبل ربع ساعه وخليها برا. وعندك خبازه اديسون خياليه من فوق ومن تحت. اليوم عندنا خبازه اديسون. إيه؟ لازم تورينا كيف نستخدمها لانه هذه شكلها في الخطه مناقيش وكذا وغير يعني. الله الله. لا انت قاعده تجوعينا. اتوقع كل البنات يحبون المعجنات وما المعجنات. فايش رايك نقوم على المطبخ ضحى؟ يلا انا بجي معاك اليوم. اهلا وسهلا. ابى اشاركك لانه انا طبعا هوايتي المعجنات. ف اعطينا اسرار المهنه، اسرار العجينه على قولتك. طبعا احلى شيء ريحه العجينه في البيت، ريحه الخبز صح؟ ريحه الخبز والله عشان كذا. بعدين صدق انا لاني انا مخصصه نفسي يعني 50 جرام من الخبز خلاص، فماشي عليها خلاص سيستم. بعدين تقدرين تتحكمين فيها، تبين سكر ما تبين سكر. أيوة. تبين بر ممكن تحطين بدل السكر عسل، ممكن تزيدين تبين خميره. انا احس الخميره هي ترى اللي تسمن في انا في الخميره احط. شفتي هذا؟ طيب خلنا اوريك قديش بتحطين. مره شيء قليل يعني، مره شيء قليل كذا كذا. طيب بس اخليها ليله في الثلاجه. واو انا تاخذ وقتها. اي تاخذ وقت يعني تقريبا مقدار ملعقه صغيره. ملعقه صغيره اي. هذا 7 جرام تقريبا، جرامين. طيب ايش رايك نبدا في اسم يلا. الوصفه والمقادير. عيش باللحم اكله حجازيه عريقه وقديمه ولذيذه، وهم مشهورين فيها خاصه في رمضان يسوونها. والحين الناس اول يسوونها صواني، الحين الناس تمدنت وصارت تسوي كب كيك وصارت تسويها اشياء غريبه. الله. عجيبه. واحنا مجهزين صينيه بايركس ومجهزين كب كيك. فنحكي الحين عن مقادير العجينه. عندي الحين الدقيق، عندي السمنه، اللي يبغى يحط زيت كيفه، الخميره، الملح، عندي هذا الحب النوم، وعندي حبه سوداء وسمسم عشان نزينها، بيكنج باودر مره يساعد نجاح العجينه، حليب او زبادي، او شوفي حليب باودر او زبادي او حليب سايل كله يجيب نتيجه. اوكي. الخل والطحينه هم السر. خل وطحينه. خل وطحينه. تحطينه في العجينه الخل؟ لا. والطحينه بعد؟ لا هذا مع العش مع اللحمه. مع اللحم، اوكي. أوكي. طبعا والكراث. والطماطم تزينينها تحطين على وجه هذا البيضه. يلا من فضلك. الله الله مو جوعانه ابدا. حمستيني. طيب ايش كيف راح نبدا؟ ايش نسوي؟ طيب انا اول شيء بنجيب عجانه اديسون هنا. اذا تبيني اساعدك علميني، ترى انا جاهزه. ايه باخذك التحدي اليوم عند اودي، انا مالي دخل. وهي الان حاطه رجع لنفسي تشتري الموديل. طيب شوفي اول شيء حنحط بسم الله الدقيق، هذه 4 اكواب. 4 اكواب. 4 اكواب دقيق. ترى 4 اكواب دقيق يعني تسوي كميه كبيره ما شاء الله، تسوي لك يعني يمكن 30 قطعه. كويس يعني عامله حسابي اليوم معك. اي لا تشيلي. بس تدرين ضحى يعني انا احس خاصه العيش باللحم، يعني انا ما اكل لحم بس ماما تسوي لي بالدجاج. ايه
احس مو بحلو لما ابدا اسويه كانه كذا كب كيك او اشياء زي كذا صغيره، احس احنا حنسوي الاصلي اي لا تكون لذته اصلا بس حلو بالعزايم وكذا الاشياء يعني هذه الاكلات تراثيه، تراث جزء من تراثنا، حلو بالعزايم نسويها مع التقديمات يعني هذا قصدي. انا اتوقع اقصد افهم قصد اودي ان قصدها ودها تاكله بالطريقه التقليديه في البيت بس بعزيمه صعب. هي شوفي يعني صح انا زيك يعني حتى التشيز كيك مثلا وهو تشيز كيك يعني ما له دخل في ثقافتنا، بس ما استصيغه لما يجيني كذا ميني تشيز كيك، ابغى التشيز كيك اللي يعني صدق القطعه وما استطعم مها عرفتي اذا مو بقطعه كذا انا احس اني انا اكلها صح ومن صينيه كبيره. انا زيك انا زيك صراحه عشانها يمكن لصقت ايه لصقت ايوه كذا طيب اوكي الحين حطيتي عندك طيب البيض كل المكونات السمنه حنحط الحليب وبعدين حلو. شوي بنزيده مويه بس اول شيء خليه بسم الله الله باي مرسي طيب كذا تمام كذا حنشغلها البيض العجاني انت شوف الحين هنا انقفلت خلاص الكهرب الكهرب اي اي شاكم فيني وانا متابعه مساعدة صديق هذه يا جماعه انا من بعيد كمان ساعد المفروض تزيدوني 5 دقائق ما شاء الله بدل 40 دقيقة ما له دخل ما له دخل لا لا هذا طبخ وهذاك انا ساعدتكم ازياء ساعدتكم خلي بس تبي وقت زيادة على الفاضي والمليان خلاص الحين خليها اي طيب على اقل من مهلها حلو بعد شوي بنزيدها تقريبا كم نخليها ضحى؟ خليها حبيبة قلبي تقريبا ربع ساعة كذا على أبطأ شيء خلي البروتين على راحته لا تستعجلون عليه أوكي وعلى أبطأ شيء ها ضحى أنا طفيها ضحى تكون على أبطأ شيء تكون على أبطأ شيء عشان البروتين يتطور براحته تقريبا أنت إذا حطيتي مثلا 4 أكواب دقيق تحتاج 1.5 كوب موية أوكي الحين نحط الموية ونشغلها طبعا بعدين بنطقطق اللحمة صح؟ اللحم بحطه على راحته انا ابغى طقطق اللحمه طيب عشان اللحمة. عشان ايه يطلع حرتي مين مزعلك بس عشان نخلص عليه انا حد يتجرى يزعلني ما حد بس لا والله شوفي فقره الطقطقه هذه انا ابغى اجربها احس كذا تطلعين طاقه يعني في في المطبخ المطبخ اصلا بشكل عام اصلا يطلع طاقه والله صح ولا لا ما ادري تتفقين ولا لا اسمع يطلع طاقه يضيع وقت تدخلين في مود ثاني غير المود اللي انت داخلته مره حلو المطبخ انا يعني شوفي مو مره انا دائما اقول المطبخ مزاج صح لا تدخلوني مطبخ وانا مالي خلق ما راح اسوي لكم شيء وكل ابدا ما حيكون قابل للاستخدام البشري ابدا بس دخلوني بمزاج يعني شيء مو طبيعي شوفي بقول لك شيء والله انا بدايتي مع الطبخ طبعا انا من زمان احب الطبخ بس بدايتي كنت مره بازمه ومشكله كبيره وما كنت ابغى افكر فصرت كل يوم اجيب علبتين ورق عنب الفهم ورق عنب وطول الوقت والله نسيت مشاكلي ونسيت الحياه بس مركزه قديش يكونون نفس بعض ويستوون واو والطعم وكل يوم ابغى نفس الطعم قعدت كذا فصلت عاد اخترتي اصعب شيء لا بس ما يعني علاج نفسي ترى علمني الصبر صح صح طبعا انا ماني صبوره انا انسانه الحين يعني الحين اي 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 لا شوفي يعني انا دائما مع اللي اذا تحب شيء سويه حتى لو كان مو بروفيشنال او ما كان يعني واو سويه الاعمال اليدويه تخليك تلهين صح يعني لما تقعدين الحريم تونا نحكي في الموضوع انا يعرفون قديش نتعب عشان نسوي الاي لاينر يمين زي اليسار تنسين كيف اركب رموش صح. ايه تركيب رموش عشان ما يطلع فيها رفرف الحين حطينا طيب. البصل حطينا البصل مع اللحم ايه مع اللحم في نقطة مهمة انه لازم اللحم يبرد ما نحط الكرات وهو حار عشان ما يطلع مويته اوكي يعني انا بسوي كل شيء وبخليه كذا الحين يبرد اوكي اخر شيء الكرات اخر شيء الكرات عشان ما يذبل ايوه بعد ما نسوي الخلطة يعني نحطها على البارد الحين نحط اللحم مفروم طبعا اللي يحب في ايش البهارات اللي بتحطينها؟ ملح وفلفل اسود بس. بس اوكي اللي يحب يعني مثلا رشة كمون ما ادري انا احس ملح وفلفل اسود احس ما احب الكمون مرة مع اللحم ايوه يعني ما احس الكمون اكثر شيء مع ملح وفلفل اسود فقط لا غير هنحط اهم شيء الفلفل الاسود مع اللحم صارت عجينة يا جماعة رهيبة الحين بوريك لحظة بوريك الحين شوفي
شوفي الحين انا بدون كذا بس سويتها هذا. احنا تقريبا ما كملنا 5 دقائق. شوفي واو. لا وشوفي امسكيها ما تلصق بيدك خلاص معناته ممتازه روعه شوفي روعه يا جماعه ما تمسك بيدك لا اي ست بيت او اي يعني سيده هم يتبهون الكميه السوائل كميه السوائل اذا حطيتي كيلو دقيق لازم كميه سوائل تقريبا 350 400 طبعا حسب النوع مثلا الفوكاشيا نسبه الترطيب فيها 80% حلو نابولي ترى كل عجينه لها نسبه ترطيب ولا في عجائن ما فيها دهون زي حلو. النابولي زي مثلا البوغاتي لا اوكي البوغاتي لا يعني البقت البقت انا اللي اعرف بوغاتي هذه سياره بقت بقت صارت ترى انا مع سياره بوغاتي في المطبخ يا جماعه سجلوا عندكم 1-0 ضحى مش لحظه عرفتي انا مش انا وانا جعان ترى هذه انا والله طيب يعني انا احس انا كنت احس بالصراحه العجين صعب عجين اي عجين باللحم كذا هو اسمه عيش باللحم عيش باللحم خلص خلص كنت احسبه صعب بس طلع للامانه سهل فاحنا بنخليك الحين نخلص بس اللحم وشفتوا يا جماعه هذه الفقره فقره ان احنا نخلص اللحم وملح وفلفل والعجينه خلاص اولموست جاهزه طبعا